تختتم اليوم امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2019 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية في مختلف محافظات المملكة. وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمي قال للمملكة إن الامتحانات سارت بكل يسر وسهولة ولم يحدث أي أمر يخل بها، منوها إلى أن عدد المخالفات محدود مقارنة بأعداد المتقدمين. وأشار العجارمي إلى أن الوزارة حرصت على إيلاء الطلبة من ذوي الإعاقة المتقدمين لامتحان التوجيهي اهتماما خاصا من خلال توفير متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لهم من تجهيزات ومستلزمات وكوادر مؤهلة تتناسب وطبيعة إعاقتهم. ينضم إلينا الدكتور نواف العجارمي مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم. دكتور نواف، أهلا بك معنا في أخبار المملكة. بداية، كيف يمكن سير عملية أو وصف سير عملية الامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة السابقة؟ صباح الخير. الامتحان العام ينتهي اليوم بإذن الله بمادة التربية الإسلامية ولكافة الفروع. غدا أيضا سيعلن معالي الوزير عن جدول الامتحان التكميلي بدايته ونهايته، وأيضا التسلسل في كل امتحان، المادة الأولى والمادة الثانية إلى أن ينتهي. الأمر الآخر، نعتقد أن الامتحان وفق رصد أهل الإعلام ورصد أيضا منصات التواصل الاجتماعي، كان هناك ارتياحا عاما في معظم المباحث. كان هناك شكوى من بعض الأسئلة في بعض المباحث، وأنا أعتقد أن الأمر صحي أن يكون هناك بعض الأسئلة تثار حولها صعوبة، لأن الغرض من الامتحان هو قياس النتاجات وأيضا فرز الطلاب إلى مستويات متعددة. نتوقع نسب نجاح كويسة، مراكز التصحيح بتصير بشكل ممتاز، وأول بأول إحنا بنبدأ نأخذ من مراكز التصحيح عندنا في إدارة الامتحانات لغايات التفتيش والمراجعة والمطابقة وإدخال العلامات حتى ما بنتأخر، وبإذن الله نتوقع قبل 15 تموز بنخلص كل عمليات التصحيح ونبدأ بعمليات المطابقة. الأمور بتصير بشكل كويس وإن شاء الله تمام على خير اليوم آخر امتحان. طب إذا بدنا نتحدث عن موعد متوقع لإعلان النتائج؟ أبدا مش متوقع. الوزارة التزمت وفق تصريحات معالي الوزير في أكثر من موقع على أن النتائج ستكون في 25 تموز. قد يسبق هذا التاريخ يوم أو يومين، بنعطي الطلاب أيضا فرصة أكثر، ولكن لن يتأخر إعلان النتائج عن 25 تموز إطلاقا، لن يتأخر. الدكتور نواف العجارمي مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، شكرا لك.